اسمحوا لي أن أرحب بكم في المؤتمر الخاص بمعرض الساقية للغات، وهي الدورة الثانية في عمر هذا المعرض، وهي في نفس الوقت تأكيد لإصرارنا على الاستمرار في خدمة اللغة العربية وسائر اللغات التي نعتبرها الركيزة الرئيسية للفكر الإنساني. نستعيد في كل مرة نتحدث فيها عن اللغات مقولة ابن خلدون: اللغة وعاء الفكر، ونحاول بها ومن خلالها أن نجعل المحيطين بالمجتمع المصري أو الذين ينتمون إليه يدركون أن اللغات هي أساس الفكر الإنساني، وأنه بغير لغة لا يكون هناك طب أو هندسة أو قانون أو زراعة أو أي علم آخر يترافع الكثيرون تأكيداً لأهمية تقديمها على علوم اللغة، وكأن اللغة هي مسألة ثانوية شكلية يمكن تأجيلها أو تأخرها أو الاستغناء عنها عند اللزوم. فأملي أن يخرج هذا المعرض والمؤتمر الذي نبدأه الآن بإذن الله بما يساعد على تغيير هذه الفكرة التي أعتقد اعتقادا راسخا أنها فكرة خاطئة، وأنها سبب في سوء تصنيفنا أو سوء تحديدنا لأولويات هذه الأمة، فيقف في المقدمة من لا يستحق أن يقف في المقدمة، ويسحب إلى الصفوف الخلفية من هم أولى بقيادة الأمة. فلعل هذا اللقاء يحقق جزءا من هذه الأهداف، ونتعاون جميعا إن شاء الله في إدراك ما نتمناه. اسمحوا لي عند هذا الحد أن أدعو إلى المسرح، إلى المنصة، الأستاذ الدكتور محمد حجاج. فين هو؟ أستاذ حجاج موجود، وحضرتك مشكورا تصعد إلى المسرح لنرحب معا بضيوف هذا اللقاء، وما زلت أدعو المهتمين من الحاضرين بالاقتراب أكثر حتى لو كان الصوت يصل إلى الجزء الخلفي، إنما وجودكم معنا في القاعة يزيدها جمالا وبهاء، ويسمح أو يفتح الباب لمن شاء في طرح أي أسئلة أو وجهات نظر أو آراء. فمرة أخرى مرحبا بكم في معرض الساقية الثاني للغات الأكثر استخداما، وهي يعني تعريف بسيط تسمح لي به. احنا بنقول اللغات المقصودة هي التي يتحدث بها أكثر من 100 مليون إنسان على ظهر الكرة الأرضية، فهي ممثلة في هذه الأجنحة. بكرة إن شاء الله هنشوفها كلها، والنهاردة بنعد لهذا المعرض بمؤتمر فكري علمي هادئ، إنما إن شاء الله لا يخلو من قيمة ولا أثر بإذن الله. شكرا لكم جميعا.